هستأذن حضرتك وهدعوك وهدعو الساده المشاهدين برضو ان احنا نتابع هذا الفيديو، زي ما حضرتك تحدثت، الفيديو اللي بيعكس يعني الخطاب التحريضي بالإعلام الإسرائيلي ودعوه لقتل اهل غزه، 100,000 مواطن فلسطيني من اهلنا في قطاع غزه. خلينا نروح نتابع مع حضرتك الفيديو، ادعو حضرتك البقاء معنا، هنتابع الفيديو ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. צה"ל היה יכול לתת מכת פתיחה כואבת יותר עם 100,000 הרוגים בהתחלה. כן, יש אנשי חמאס, יש עוד 20,000 אנשי חמאס. אתה יודע שה100,000 האלה זה לא היו 100,000 אנשי חמאס. אני לא יודע מה זה מעורבים ולא מעורבים וחפים מפשע, מחפים לפשע. אתה באמת רוצה להרוג 100,000 עזתים? ברגע שהרגו לי 1,400 בני אדם, הייתי צריך להנחית על עזה מכה כואבת כזו, כמו בעופות דורסים בתחילת עופרת יצוקה. לא, לא, שם נהרגו עשרות שוטרים. אני אומר, לא אמרתי כמו במספרים. אבל 100,000 עזתים, צביקה, אתה עומד מאחורי הדבר הזה? שנייה רגע, אתה חושב על זה, מה אתה חושב? دكتور محمد، تابعنا مع حضرتك هذا الفيديو. الحقيقة مش ده الفيديو الوحيد، كان هناك أيضا يمكن مقابلات عديدة، منها حتى لوزيرة إسرائيلية كانت تتحدث أنها لا تكترث لا تكترث لموت الفلسطينيين بشكل عام، وأنها تريد أن ترى بحر دم من دماء الفلسطينيين. يعني شفنا الحقيقة مقابلات عديدة يعني بتنشر هذا الفكر، كيف قرأت هذه المقابلة أو هذه المقابلات بشكل عام، وكيف تؤثر أيضا في الداخل الإسرائيلي؟ شوف يا جمانة، الصوت الغالب على المجتمع الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى باعتبارها عملية نوعية حدثت هزة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، هو صوت الانتقام وشهوة الانتقام التي تقود الإسرائيليين. لذلك تجدين إعلاميين ووزراء وأعضاء كنيسة يخرجون دائما بدعوات إجرامية من هذا النوع للتحريض على الفلسطينيين، باعتبار أن هذه الأمور تزيدهم شعبية في المجتمع الإسرائيلي سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو غيرهما. وأنا أعتقد أن هذه المسألة ترتبط بأن المجتمع الإسرائيلي بشكل عام اتجه في العقود الأخيرة ناحية اليمين السياسي، صحيح، ناحية التطرف الشديد، وناحية رفض إقامة دولة فلسطينية ورفض إعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير. بعد 7 أكتوبر هناك متغير يا جمانة مهم جدا. هذا المتغير دكتور محمد يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن أن الإجماع في إسرائيل لا يرى أن المقاومة الفلسطينية سواء حماس أو الجهاد أو الفصائل المسلحة هي فقط المسؤولة عن عملية 7 أكتوبر، بل يحمل أهل غزة المدنيين بأكملهم المسؤولية باعتبارهم الحاضنة الشعبية لحركة حماس وللمقاومة الفلسطينية. كذلك يرون أن قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء هو الوسيلة الوحيدة للضغط على الفصائل المسلحة لإعادة الأسرى. وبالتالي صحيح ان هذه المعادله معادله غير حقيقيه ومعادله لا ثبت عدم صحتها، وثبت في النهايه ان اعاده الاسرى لا يتم الا عن طريق صفقه تبادل، وثبت ان كل هذا القتل لم يزد الفلسطينيين الا صلابه، لكن هو في النهايه وجهه النظر الاسرائيليه وجهه النظر مشبعه بالانتقام، صحيح، مشبعه بروح الانتقام، صحيح، زي ما شفنا الفيديو ده على الشاشه، وزي ما حضرتك اشرتي عن تصريحات الوزيره الاسرائيليه واوجدت من الشعر بيتا عضوا في الكنيسة، صحيح، واعلاميين اخرين. هو ده الصوت العام في المجتمع الإسرائيلي. بس ده بيعري إسرائيل في ضرورة محمد لوضع الضوء على هؤلاء المتطرفين، صحيح، ونشر ما يقولون بكل اللغات المتاحة. واكيد ده كمان بيعري اسرائيل امام العالم كله. يعني لو احنا شفنا مدينا الخط كده يعني لتصريحات لمسؤولين الاسرائيليين الفتره اللي فاتت، ووزير التراث الاسرائيلي اللي كان بيتحدث على القاء قنبله نوويه على قطاع غزه، فده بيقدم الوجه الحقيقي لاسرائيل امام العالم. اعتقد دور حضرتك كمتخصص في الشؤون العبريه ودور كثير من المتخصصين والصحفيين ان احنا نلقي الضوء وننشر مثل هذه التصريحات للعالم كله، ونبين الوجه العنصري القبيح لدولة إسرائيل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دايما يعني بتقدم لنا قراءة كده وافية لأهم العناوين والمنشطات والمعالجة الإعلامية للصحافة الإسرائيلية للأحداث في قطاع غزة. بشكرك شكرا جزيلا للدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية والعبرية بجامعة عين شمس.